السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال يا رب. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بأكتر طبختين بنعمله في البيت الفلسطيني. فاليوم إن شاء الله هشارككم وصفتين. الوصفة الأولى هي الملفوف. الوصفة الأولى هي الملفوف أو محشي الكرنب، عقلت إخواتنا المصريين، ألف تحية إلهم. فان شاء الله هشارككم الوصفه والطريقه، لانه كتير طلبوا انه اشاركهم الوصفات الفلسطينيه والطبيخ الفلسطيني. هنبدا في الوصفه. اول اشي نعمل الخلطه اللي هنحشي فيها الكرنب او الملفوف، تمام؟ هنجيب كميه منيحه من البصل، هنقطعها قطع متوسطه او صغيره يعني، وبندوره كمان هنقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين. كيف انتوا لو عندكم الكبة سهلة حالكم، اعملوا الكب في الكب اعملوها، تمام؟ لانه اسهل لكم، تاخدش وقت معكم. وراح نحتاج هن ماجي بودرة، هو ماجي مكعبات بس احنا هنفرمه الحين، هنعمله بودرة عشان ما يتكلكل هيك في الاكل ويعطي طعمه طيب. انتوا هنا فيكم تستغنوا عن الماجي وتحطوا لحمة، تمام؟ لحمة هبرة ما يكون فيها دهن. الأكلة بتحب اللحم الصراحة بس ما توفر. وراح نستعمل بقدونس، حزمة بقدونس وتوم. التوم هناخد راسين كبار توم، هندقهم كتير منيح، هناخد نص هنحطها في الحشوة والنص التاني هنحطها في الملفوف بعد ما نلفه. الحين بتشوفوا كيف الطريقة، شايفين أنا هنا إيش بساوي؟ هنا أنا بدي أنعمها زي ما حكيت لكم، لو عندكم انتوا الكبة اسهل لكم في الكبة، ما بتحتاج تنعيم زي هيك. بس عشان احنا خرطناها على ايدي، عملت الخلطة على ايدي، فبدي اياها تكون هيك البصل هيك مش واقفة هيك، طرية ناعمة، تمام؟ شايفين هنا المحشي الكرنب، هنا ماما الكرنب قاعدة ايش بتسلق فيه الملفوف، سلقته وحطت ليش مية السلق هيك لونها، حطت معها كمون عشان النفخة، تمام؟ احنا استعملنا ثلاث ملفوفات صغار مو كبار، لانه عددنا كتار ما شاء الله في البيت، والكميلة تشوفوها كبيرة ما شاء الله بيبرك. صلوا على النبي يا صبايا، قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله الاوضاع عنا بدأت تتحسن شوي، بدأت الاسعار تنزل، صح انها مش زي قبل الاحداث ولكن في تحسن بسيط الحمد لله. في أشياء ما كانت متوفرة صارت تتوفر الحمد لله والشكر لله، يعني الحياة ما رجعت لطبيعتها ولكن في حياة، في لو إشي بسيط في حياة الحمد لله. وللناس اللي بتضلها تطلب مني إني ما أصور طبيخ وجلي وأعمال بيت، أنا شاركت كردي في البث المباشر، بس للي ما شاهد البث أنا هجاوب هنا، أنا بنت في نهاية الأمر، ما فيني كل يوم أطلع وأصور لكم نازحين وهيك، الموضوع بده طاقة وجهد كتير كبير مني، وفي النهاية يعني أنا يعني لا ماسكة مؤسسة، لا ماسكة، لا فاتحة روابط، يعني بتجي مساعدات جدا بسيطة وأنا بقدمها، فما فيني كل يوم أطلع وأصور لكم، تمام؟ هذا محتواي، هذه حياتي، أنا بشارككم فيها. عارف انه اللي نصحوني اني اطلع واصور حابين قناتي تكبر، حابين انهم يشوفوا الوضع على حقيقته اللي بصير في النازحين وهيك، ولكن انا كل فتره ان شاء الله بس يجيني مبلغ معين هصور لكم المساعدات واحنا بنقدمها للناس، اما اكتر من هيك الصراحه ما بقدر اوعدكم بشي، تمام؟ وهن زي ما شفتوا انتو، هنا بدنا نعمل شوربه جنب الاكل، احنا ناس بتحب الشوربات كيف ما كانت بنحبها. حطينا ندفة زيت، هذا الزيت كنا قليين فيه فماما احتفظت فيه وحطته تاني، استخدمناه تاني، اعدنا تدويره. حطينا هن بصل اخضر هيك بس نحسه هيك دبل شوي، راح نضيف البرغل، شوربة البرغل، تمام؟ راح نضيف ماجي وفلفل اسود وملح، الملح ما تكتره عشان الماجي. بعدين هنضيف شوية مي ونسيبها بس يتشرب المي، هنضيف شوربة دجاج، عندنا شوربة كانت من قبل بيوم.
هنا الملفوف على النار، احنا من الصراحة بنضغط الملفوف بعد ما المي، انتوا شفتوا الملفوف ضفنا عليه التوم المهروس ومي وماجي، مكعبات ماجي بس احنا فتفتناها. فاحنا بعد ما تغلي المي بنضغطه الملفوف لمدة تلت ساعة، من تلت لنص ساعة. بعد التلت ساعة بنفتح الغطا وبنشوف اذا استوى ولا بده كمان. وهنا على الشوربة بعد ما ضفنا المي بنوطي عليها هيك، بنوص النار لحد ما هيك تتشرب المي على مهلها. تمام، بعد هيك بنغطيها، شايفين كيف؟ هيك طبختنا بتكون جهزت، الملفوف شايفين الله يطلع كتير كتير طيب. طبعا تعصر كتير من الليمون، الكثير الكثير من الليمون. تمام، وهي الشوربة جاهزة والحمد لله، ألف نعمة، اللهم احفظها من الزوال يا رب. حطوا لايك، أنا هين بحكي لكم حطوا لايك. اي حدا ما جرب الوصفة هذه من قبل جربها، والله كتير طيبة. صح انها بتختلف عن اهلنا في مصر، اخواتنا المصريين ما بيعملوها هيك، بيعملوها بصوص البندورة، ولكن احنا هيك متعودين. الاكل التاني هي محشي كوسة وباذنجان. تمام، كان بودنا يكون في ورق دوالي او ورق العنب بس مش متوفر، مش موجود في السوق. فماما كانت فاحرة بس خلت اكم من بتنجانة وكساية عشان تفرجيكم اياها كيف تفحرها. شايفين ما احلى هالكسايات وهالبتنجانات، قديش صغار وقديش نعمات وحلوات، كتير حلوات. طلع المحشي بجنن، كتير كتير طيب. وادعوا لماما دعوة حلوة، الله يشفيها ويعافيها يا رب، يعطيها الصحة وينولها يا رب حجة، هي نفسها تحج كتير، ان شاء الله ربنا يعطيها حجة هي وبابا يا رب، واحنا جميعا طبعا كلنا نفسنا. شايفين هنا غسلنا الكوسة، حلينا نغسل البتنجان، شايفين كيف مقور البتنجان. هنا الخلطة، بقدونس وبصل اخضر وبندورة، بس البندورة كتير ناعم، وهنا الخلطة كلها عملناها ناعمة. والرز المصري هنا احنا ناقعينه بمي دافية مع شوية ملح قبل ما نستعمله بنص ساعة بننقع. حطينا على الخلطة ملح، فلفل أسود، بهار طبيخ، وقرفة مطحونة، وزيت، زيت نباتي، وقلنا الملح تقريبا، أو حطينا كمان مكعبين ماجي. احنا بنحب نكتر خضار المحاشي أكتر من الطبيعي، هيك سعرات حرارية بتاخدوا أقل، بتاكلوا بتنبسطوا. حابة كتير أتشكركم على كلامكم الحلو في البث المباشر، كله طلع معايا عن جد، كتير كتير انبسطت. كنت أولها خجلانة هيك أحكي وأتكلم، بس الحمد لله يعني أنا بطبيعتي بنت خجولة، بس معاكم سبحان الله ربنا بيقوي قلبي إني أحكي وأتكلم الحمد لله. عن جد والله تعليقاتكم بتجنن وبتفرح قلبي، الله يفرح قلوبكم كلكم يا رب. هن شايفين انا بفرجيكم الكوسايه قديش صغار وحلوات ونعومات. هن بدت ماما تحشي الكوسه والبتنجان، بتحكي لكم في انه سيبه قد عقله الاصبع الصغير فراغ، لازم تسيبه قد اصبع عقله الاصبع الصغير فراغ في الكوسه والبتنجان، عشان الحبة الرز رح تنفش وتكبر، فتاخذ مساحه ما يطلع الرز لبرا زي ما انتم شايفين. وحطينا في قاع الطنجرة عشان ما يلزق فحر الكوسة، حطينا شوي منه. احنا بالعادة بنحط بطاطا، وهي بطاطس اللي بيحكوا عنها اخوانا المصريين، ولكن ما كانت متوفرة فاستعملنا فحر الكوسة، كله بيمشي ما بيأثر على الطعم. شايفين، ما تنسوا حبايبي تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين، وشاركوا الفيديوهات هذه في كل مكان، خلي الناس تعرف إنه الحمد لله إحنا بخير. في ناس كتير بتحس إنه إحنا ما بناكل بنشرب، صح في مناطق ما بيصلها طعام في الشمال وهيك، بس الجنوب الحمد لله بدأ شوي شوي يرجع شوي شوي لطبيعته. شاركوا الفيديوهات لك في كل مكان عشان قناتي تحقق شروط الربح، لأنه الكل بيطلب مني إني أفعل ميزة الثانكس أو التشكرات، والصراحة هي لسه الساعات عندي قليل كتير،
فلازم الساعات والمشاهدات يعلن عشان تتفعل قناة ميزة الربح وميزة التشكرات. عشان هيك شوفوا الفيديو للآخر، شاركوا الفيديوهات مع أصحابكم، مع قرايبكم، مع عيلتكم. انتوا والله ما بتقصروا، الله يسعدكم يا رب. واحنا والله ما بننساكم من دعائنا. هين خلصنا كل الكمية زي ما انتوا شايفين، حطينا ماجي. انتوا ما تحطوا ماجي اذا عندكم لحمة ما تحطوها. احنا في العادة لما يكون في لحم قبل الحرب كنا نحط لحم، ما نحط ماجي، ما كنا نستعمله اصلا. بس خلاص الجود من الموجود. احنا لنا اكتر من 7 شهور ما اكلنا اكلة محاشي الصراحة، لا الملفوف ولا المحشي البتنجان والكوسة. عشان هيك خلاص يعني ما بدنا نضلنا نصبره هيك. واللحم الصراحة في السوق مجمدة، احنا متعودين على اللحم الطازة، فهي مش متوفرة، واذا توفرت سعرها كتير عالي، فلا نستعمل الماجي وخلاص. تمام، حطينا ماجي وحطينا دبس البندورة، 3 باكيتات من اللي طلعن في المساعدات اللي قبل، يعني تقريبا 3 معالق كبار حطينا. وهنا راح نحط عصير البندورة اللي احنا عصرناه. هنا حطينا شوية ملح، ما كترنا لأنه في ماجي والماجي مالح. تمام، هم نصفي صوص البندورة اللي عصرناه. احنا عصرناه في الكبة. للي بيسأل كيف احيانا بكون عنا كهرب، احنا بكون عنا كهرب لمدة 2 ساعة في اليوم عن طريق اللوحات الشمسية او الطاقة الشمسية. احنا عنا لوح شمسي فوق صغير، يعني بشغل اشياء كتير بسيطة، عقد ضو، ضوين، الكبة هادي طبعا بتنشف الريقة بما تنضوى عليها. بس الحمد لله ماشية أمورنا، بنشحن فيها الجوالات في 2 ساعة، البطارية اللي بنضويها في الليل، يعني ماشيين أمورنا الحمد لله. شايفين بنزود على البندورة، بنزود عليها مية عشان تتسبك على النار مع المحاشي. وبنسيبها. شايفين هذه الحركة، لازم تعملوا هذه الحركة في الملفوف والمحاشي البتنجان عشان تتغلغل هيك الصوص في كل مكان. هنا غلى المحشي وراح نضغطه على طنجرة الضغط 3 ساعة تقريبا. هنا عنا فحر الكوسة، طبعا ما راح نرميه حرام نعمة، فقررنا نعمل فيه شوربة. زي ما انتو شايفين حطينا شوية زيت وحطينا الفحر الكوسة. دام بيأذن العشاء، الله أكبر الله أكبر. هالحين بنضلنا نقلب الفحر الكوسة، بعد ما نقلبه هيك شوي بنوطي على النار ونغطيه لحد هيك ما تنزل مية الكوسة وتصير هيك دبلانة. الحين هتشوفوا كيف. شايفين كيف دبلت ونزلت ميتها. الحين ضل من عنا من رز الحشو شوي فحطيناه. شايفين كيف قلبناه، بنصير نهرس هيك فيها بسيط بسيط. تمام، خلاص. هنا اخوي كان عامل في التكية رز بحليب، تحلاي للنازحين وللموجودين في اي مكان، حتى مش النازحين لانه الوضع صعب على النازحين ومش نازحين، فجبنا لكل واحد صحن. فهي الرز بحليب طلع والله طيب، سلمي ايدي وعيني يا رب، والله يعطيه تيرضي. وهنا شايفين كيف بنزيد هيك صحنين مي صغار وبنسيبها تغلي هيك على راحتها وتتسبك على راحتها وتصير تمام التمام. وراح نحط نفس البهارات اللي حطيناهم في الخلطة، اللي هن فلفل أسود، بهار طبيخ، وقرفة مطحونة، وملح طبعا.
كمان شايفين كيف المحاشي كانت عم تغلي. هاي الشوربة حطينا عليها البهارات. مع الأسف هذا أول رمضان يمر علينا ما نروح على الجامع، لأنه عدد النازحين في رفح كتير كتير كبير، فالجامع يدوب بتكفل الرجال، فعشان هيك النساء ما إلهم فرصة يروحوا يصلوا في الجامع مع الأسف. يعني أنا الصراحة صح زعلانة عن صلاة التراويح، بس أكتر شيء زعلانة عليه هو صلاة العيد. إن شاء الله ربنا يعطينا عمر ونصلي صلاة العيد، بس الصراحة أنا بحب أصلي صلاة العيد، فما بالكو لو السنة ما قدرناش نصليها في الجامع. إن شاء الله يا رب هيك نقدر، يا رب إن شاء الله ربنا هيك يجيب العيد مع الانتصارات يا رب والفرج. وهنا المحاشي كانت جاهزة، شايفين لي عن منظر ما أحلاه، شايفين ما أصغر الكسيات والبتنجانات. بقولكوا تفضلوا تفضلوا، هنا تفضلوا معانا، والله بتنورونا. شايفين هن كانت أكمل واحدة هيك ملزقة خفيف خفيف، طلع أطيب إشي والله، كتير طيبات. مين انتو زينا؟ بتتقاتلوا على اللي بيبقى ملزق في التنظرة ولا لا؟ عصيرة التنظرة هذه تنظرة ستي، تناظر 90% من اللي بتشوفوها هن تناظر ستي. ستي كانت ما تسخنها توزعهن أو ترميهن، فبعد ما توفت الله يرحمها يا رب، فإحنا كمان ما سخنا نوزعهن أو نرميهن، فبنستعملهن يعني. على فكرة بعطن طعم للأكل غير شكل والله، لأنهن كتير كتير قديمات من قبل ما ماما وبابا يتجوزوا، تخيلوا أنتو. وهيك بكون في وبهيك بكون الفيديو تبعنا خلص. أتمنى لكم كل خير كل سعادة كل توفيق يا رب، وبأمان الله وبرعايته. وما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة، 73% مش مشتركين في القناة، مالكم؟ اشتركوا في القناة حبايبي، حطوا لايك واكتبوا تعليق وكومنت هيك حلو زيكم يا رب، والله يسعدكم وينولكم مراد قلبكم يا رب. وما تنسونا من صالح دعائكم، وما تنسونا من كل شيء بصير معانا، هيك دلكوا دايما ادعونا وتذكرونا بكل خير يا رب. واذا في يوم من الايام ربنا اخذ امانته عنده، دلكوا ادعوا لي امانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.